تبقى لنا ملف أخير في هذه الحلقة بعد قليل. في التاسعة توتر موسكو والناتو والقنابل المجنحة الروسية. روسيا تصاعد من رسائل الحرب في قنابل يصل صداها إلى دول الناتو، والأطلسي متأهب يحاول احتضان أوكرانيا دون الدفع نحو مواجهة أوسع مع موسكو. فهل ينجح الطرفان في الحفاظ على خطوط التماس أم أن المواجهة والشيكة والصدام يقترب؟ في الحديث السياسي والمراقبة الجيوستراتيجية، قد تكون المواجهة مستبعدة، لكن نوعية الأسلحة المتطورة التي تدخل ميدان الحرب تشي بتصعيد خطير. انتشرت مقاطع لطائرة سوخوي 34 المقاتلة أثناء تحليقها فوق أوكرانيا، حيث ألقت قنبلة فاب 3000 الروسية، المعروفة أيضا بقنبلة يوم القيامة التي يبلغ وزنها 3 أطنان، ويمكن مقارنتها بالقنابل النووية التكتيكية. القنبلة يتم إلقاؤها من الجو لتسقط باتجاه هدفها وتلحق أضرارا بالغة بالتحصينات والبنية التحتية. ملفاتنا في التاسعة لهذه الليلة. الآن غرفة الأخبار مع سامي قاسمي، إلى اللقاء.